في اخ بيعمل طبيب تخدير، اتت له فرصه تعمل بالسعوديه فصلى الاستخاره هل يسافر ام لا، فلم تظهر له رؤيه ولا كذا، ولكن عندما حاول ان تسافر زوجته معه استشكل عليه الطريق لذلك، ثم بعد ذلك وفي اثناء عمل اتت اليه زميله له فقالت انت لك والد وثلاثه ابناء، وعرض عليه فرصه للسفر فقال نعم، فقالت لا تسافر فقد رايت رؤيه سيئه تعلق بك، فماذا يفعل، هل يسافر ام لا؟ والله التي قالت له ذلك هل هي امراه مسلمه دينه ثقه ولا لا؟ فالامر متوقف عند ذلك الامر.